أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم من كل سنة طيبين، وربنا يا رب ما يقطع علينا عادة ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، ويا رب أقدرنا دايما على فعل الخير، وابعدنا يا رب عن أذية الغير، وكتر يا رب من اللايك والشير. حلقة النهاردة أخوانا بروحين، معانا اتنين بيكملوا بعض زي الزهر والطاولة، القدرة والمغرفة، الشيشة وحتة الولعة. نبدأ بالشيشة يا أخوانا. مطرب مفيش صنايع في مصر ما بيصطبحش على صوته، مفيش ملاكي ولا نقل ولا أجرة ما بيشغلش أغانيه. بدأ حياته من ورشة في الحرفيين لحد ما بقى من أجمد المطربين، من الدقة والصنفرة للشهرة والسيطرة، من استعداد الشاسيهات للغنى في أكبر الحفلات. أما حتة الولعة فهي قصة كفاح، أنثى تحرك فيك الأمل، تثير جواك الفضول. البنت اللي اتغربت وسابت بلدها وأهلها واعتمدت على وسطها لدرجة إنها بقت كابوس بيطارد كل رقصات البلد. معانا ومعاكم البوري والجمبري، الراقصة والسمكري، النجم اللي أسيادنا راضيين عليه وبطلة العالم في عز الوسط، أحمد شيبة وقال لك وشنين.